خرجات من بيتها حتى كتسمع صوت شي بنت. قالت هادشي اللي كدير فيها جاد راه خطير. وهو يقول عارف باللي هادشي خطير، ولكن خاصني نجيب ولد من رغد ضروري وفي اقرب وقت. وهي تقول البنت ولكن علاش؟ هادشي اللي ما فهمتوش لحد الان. قال الاب ديالي قبل ما يموت دار وصيه، وفي هاد الوصيه قال باللي جميع املاكه غدا تمشي لولد سيف والنص الاخر لولد جاد، يعني ولدي انا. وما عرفتش علاش دار هكا وحط هاد الشرط الحقير. انا وسيف حتى شي واحد فينا ما يقدر يمس شي حاجه من املاكه حتى يكونوا ولادنا. وفي الوقت اللي كنت انا في المانيا كنخطط كيفاش غنتفك من سيف، كنتوصل بخبار زواجه، الشي اللي خلاني ناخد اول طياره ونجي للمغرب. قالت البنت علاش؟ وهو يقول جاد باش ما نخليش مراته تولد ليه، حيت ما بقاتش عندي فرصه نمنع الزواج ولا ندير شي حاجه، وإلا تسنيت غير اسبوع واحد تقدر مراته تحمل منه، وديك الساعه غيكون من الصعب عليا نتخلص من ثلاثه الاشخاص. داكشي علاش قررت ان الولد اللي غدا تحمل به مراته غيكون ولدي انا. ونيت داكشي اللي درت من اول نهار قدرت نخلي مراته تبغيني. اصلا كانت طماعه وماشيه على هواها، كيهمها غير الفلوس والاملاك. والحسن حظي كانت اول واحد غدا تكون معاه هو انا، يعني سيف باقي ما لمسهاش. وفي ديك المده اللي كنا فيها مع بعضياتنا هي كل يوم كانت كترفض سيف بحجه انها خايفه وخاصها وقت، ولكن طولت بزاف. داكشي علاش قلت ليها تقول لي انها تعرضت للاغتصاب قبل ليله زواجها من طرف ولد جيرانه، حيت كان باغيها وهي رفضات، ومن بلادة سيف تيقها وتقبلها حيت كيبغيها. ومن بعد شهر كيتعرف باللي راها حامله، وكنت انا وهي اللي عارفين باللي الولد مني ماشي من سيف، وسيف يحساب ليه ولده حيت دوزوا مع بعضياتهم الوقت. واخا كان قصير ولكن كان من المحتمل يوقع الحمل. وبعد مدة قليلة عرف أن الولد اللي حاملة به مراته ماشي ولده، إنما ولد شخص آخر. هو ساق الأخبار من الطبيبة اللي دوزات عندها، نوال باش تراقب فترة حملها. وصدمات سيف أن مراته عندها الشهر الثاني من حملها، وهنا كرهها ولكن بقى معاها وخد بتلات معاملته، ولكن مع الوقت سامحها ورجعت الأمور بيناتهم قادة. حتى تولد الولد ومراته ولات كتبغيني وما بقاتش قادرة تفارق معايا، وقلت ليها غنمشيو لألمانيا ونديو معانا الولد ونخليو كل شي مورانا. وهي تقول له البنت يعني انت كنتي مشيتي، ولكن دابا علاش رجعتي وتسببتي في هاد الشي كامل؟ قال لا ما مشيناش حيت خرجت لينا مصيبة في طريقنا، ما كناش ضاربين ليها الحساب. مرات سيف اللي هي نوال مشات لدارهم بحجة أنها توحشات والديها، ولكن هي بغات تودعهم حيت كانت غدا تمشي معايا لألمانيا. وفي ديك الليلة بالذات اللي مشات لعندهم وقع حريق في دارهم، وكان بسببها هي نيت حيت خلات الغاز دايز ووقع انفجار. والحسن حظها كانت في الجردة كتهضر معايا في التليفون وقت الانفجار، وهي تقول البنت واش مات شي حد في هذاك الانفجار؟ قال اه الاب ديالها وماماها وخوها رضا، وهما اللي كانوا ديك الساعة تماك، اما خواتاتها بثلاثة ما كانوش ديك الساعة في الدار. ومع ذلك لسقطته مفرغت خت نوال حيت حساب ليهم هي اخر وحدة استعملت الغاز قبل ما تخرج، وختها استغلت الحريق وهربت لعندي وبقيت معايا. ومن بعد اتفقنا مع واحد الطبيب يقول باللي الجثث كانوا أربعة ماشي ثلاثة، وخواتاتها وسيف ما حكروش في الأمر حيت كانوا عارفين أن نوال مشات لتما هذيك الليلة. وأنا بقيت غايب على الدار أكثر من أسبوع، وبقيت فوطيل مع نوال، وبقينا كنفكروا كيفاش نجيبوا الولد من عند سيف. حتى اليوم اللي اتفقنا فيه نخطفوه منهم، وحنا نتصدموا في اخر لحظه ان سيف تزوج من خت مراته الميته. وهذا الشيء عرفناه
حيث استخدمنا الخدامة اللي عندهم كجاسوسة، هي اللي كانت كتجيب لنا عليهم الأخبار الصغيرة والكبيرة. وعرفنا أن الأم ديالي هي اللي جبرات سيف يتزوج برغد البنت اللي عالجتيها البارح. ماما كانت باغا ريان يكبر وسطهم، وسط رغد وسيف، باش العائلة ما تفارقش، وبالذات على سيف يتزوج برغد. ومن بعد مدة قصيرة فارقات الحياة وماتت. وفاش مشيت عند سيف صارحته بكل شي باش يعطيني ريان ونكمل الخطة اللي رسمت بالأخبار نوال، حيت في كلتا الحالتين كنت غادي نتفك منها من بعد ما ندي الولد. وسيف قلت ليه أن مراته كانت كتخونه معايا وكانت كتبغيني أنا، وهو تزوجت بيه غير على قبل فلوسه. وفاش عرف أن ريان ولدي صدم وما بقى عارف باش تبلى، وجرع ليا من دارو وقال ليا باللي ريان ما عمري غادي نوصل ليه حتى يمشي للقبر. ومن ذاك النهار احبس رغد وريان في البيت وما بقاوش كيشوفوا الشمس، وحقد عليهم بسبب نوال اللي حساب ليهم ميته. وانا رجعت وبدلت خطتي، حيت ما يمكنش ليا نخرج من هاد الحرب كامله بايدين خاويين. قررت نخلي نوال تحمل مني للمره الثانيه باش نضمن حقي، وحتى الى خرج ليا سيف من الجنب غنتهنى منه، والولد اللي غيخلي هو اصلا ولدي، والثروه غترجع ليا كلها. ولكن من بعد ما تفائلت بنجاح خطتي كنت صدم بمرض نوال، وكل شيء تضرب ليا في الزيرو، حيت ما غتقدرش تولد مره اخرى. داكشي علاش رجعت ناخد ريان، ولكن مع الاسف مات وجميع الخطط اللي رسمت فشلوا وطاروا في الهواء. وهي تقول شيماء: الصراحه هادشي ديالك ما عجبنيش. قال جاد: دابا شنو قلتي؟ واش غتعاوني داك الحقير؟ حيت الطبيب واخا عالجو راه باقي كينزف، والبارح خسر بزاف ديال الدم. وهي تقول شيماء: خليه يموت، ياك هكا كانت الخطه ديالك. قال: ماشي قبل ما يكتب ليا كاع املاكو، حيت الا مات كل شي غيمشي لمراتو. وهي تقول شيماء: واخا غنعاونك الا كان هكا، ولكن نص بالنص. قال ليها جاد: بقيتي انتي هي انتي، ما تبدلتيش. بدات كتضحك وقالت: نقدر نتبدل مع كل شيء الا معك انت، واش نسيتي شحال دوزنا مع بعضياتنا؟ راك انت اللي علمتيني هذا الشيء. وهو يقول: صافي واخا نص بالنص. قالت: اعطيني العنوان، حيت ما زالت تابعاني شحال من حاجة. قال ليها على العنوان في كاين سيف. يلاه بغت تهضر وهما يسمعوا صوت خرشيش. قالت شيماء: شنو هادشي؟ وهو يقول: انتي دابا سيري، انا غادي نمشي نشوف هادي كاش كدير، حيت يديها كي ياكلوها ما تقدرش تزقى في بلاصة واحدة، ومن بعد غادي نلحق عليك. قالت واخا، ومشات خرجات وتبعها جاد، ومشى ديريكت الغرفة اللي فيها رغد ودخل وبدا كيضحك. قال: هاد الليلة غندوزو وقت زوين. ما جا فين يكمل نص كلامه حتى كيشوف الحيط كله مكتوب بصابونة خضراء. كانت رغد خلات ليه رسالة، خرج عينه من كثرة الصدمة وبقى غير كيقرا والدم عروقه كيغلي. كاتبة: غدا نمشي ديريكت البوليس، ومن بعد المستودع اللي حبستي فيه سيف، ورد بالك مني، انا مسجله كاع اعترافاتك الخبيثه، وقدامك فرصه واحده للهروب قبل ما نمشي للبوليس. جاد بدا كيغوت وشاف في الشرجم ولقاه محلول، مشى ليه بالزربه ولقى ليزار اللي عاون رغد في الهبوط محلق. وفي هذه اللحظه تمنى رغد ترجع لبين ايده باش يصفيها ليها، ولكن هاد الشي كان مستحيل. عروقه خرجوا، وفكرة هروب رغد منه كان مستبعدها من باله، حيت كتبان ليه غير وحدة هبيلة وضعيفة وما تقدر تدير والو، ولكن طلعت دكا منه. رغد شدت تاكسي وكانت كترعد، ولكن في نفس الوقت كتستمتع بانتصارها على جاد ونجاح خطتها اللي أصلا كانت متأكدة من أنها غدا تنجح 100%. أما التسجيل كان غير لعبة منها، حيث أصلا هي ما كانش عندها جهاز تسجيل،
ولا تليفون. تفكيرها كان في محله، ودابا ها هي وصلت للبلاصة. وصلها الشيفور العنوان اللي عطاتو وقالت ليه: شوف انا غادي نمشي وانت تسنى هنا، ما تمشيش حتى نجي، الله يجازيك بالخير. قال واخا لهنا. هبطت من الطوموبيل وشافت قدامها ولقات غير شجر، زادت ما زالت مشات وهي كتجري حتى قدرات تشوف المستودع وقدام جوج طوموبيلات. بقات مراقبة الباب وقالت في نفسها: أكيد كاين اللي حاضر المستودع. واتجهت الباب ديال المستودع ودقاته بكل ثقة قال الشخص الأول: واش السجاد اللي غيكون جا؟ وهو يقول الشخص الثاني: اه على شكون اللي غيجي من غيره؟ مشى حل الباب ولقى بنت قدامه. رغد بدات كتدور في عينيها داخل المستودع وكتقلب على سيف بتوتر. قالت: السلام عليكم. وهو يقول الشخص الثاني: شكون انتي؟ قالت: انا الدكتورة شيماء، سجاد صيفطني حيت قال ان شي مريض كاين هنا، وفي طريقي علمت لومبولونس والبوليس. قال الشخص الاول: البوليس؟ وهي تقول: اه حيت قال لي باللي المريض اللي هنا مضروب بالقرطاس وانا ما يمكنش ليا نقرب منه حتى يجيو البوليس. ومازال كاع ما كملاتش كلامها وهما يطيروا من قدامها، ومشاو كيجريو للطوموبيل وركبوا فيها وهربوا بحالهم. رغد ما تسناتش تشوف واش مشاو، دخلت بالزربه كتغوت باسم سيف، ودموعها اللي كانت حبساهم نزلوا من عينيها حتى لمحاتو في واحد القنت مربوط وهو شبه فاقد للوعي. جرات عنده قال: رغد. وهي تقول: اه انا، ما تخافش انا غدا نخرجك من هنا. قال: ما دار لك والو، ما قربش ليك جاد ياك؟ بدات كتبكي وقالت: انا بخير غير انت نوض، يلا نمشي. بقات مضاربه حتى فكاته، شداته من ايده وقالت: نوض يلا نمشي ونوض. بقات كتجبد فيه وهو كيحاول يوقف على رجله المضروبه بجوج رصاصات حتى قدر يشد التوازن ديالو، وقف مسند على رغد وخا هو طويل عليها. بقاو غادين وهو كيتالم حتى خرجوا من المستودع. رغد قالت: صبر غير شويه، تاكسي ها هو قريب من هنا. بقى غادي وكيعرج في هذيك الطريق حتى قربوا للتاكسي، وغير شافهم الشيفور وهو ينزل عندهم كيجري. قالت رغد: عاوني يا سيدي عافاك. ما بقاش قادر يتمشى، شد سيف من ايده الاخرى وسندوا عليه وعاونوا حتى وصل للتاكسي. ركبوا اللور وركبات معاه رغد والشيفور ديمارا. وهو يقول: واش غنديوه للسبيطار؟ قالت رغد: ايه سيدي. هو يقول سيف: لا ديني للدار. رغد قالت: حالتك ما تسمحش لك، حالتك ما كتسمحش لك تمشي للدار، عافاك خلينا نديوك للسبيطار. سيف شد في ايد رغد وكيشوف فيها وكيلحها براس وزعم لا. ومن بعد اعطات للشيفور العنوان واتجه ديريكت الفيلا وهو زايد في السرعه. وصلوا طلعوه ديريكت البيت. عافاك سيدي، اتصل بشي طبيب وقول ليه يجي يعتقنا. قال: واخا بنتي. وجبد تليفونه من جيبه وخرج لبرا. ورغد هزات قرحه ديال الماء من فوق الكوافوز وحلاتها وعطات لسيف يشرب. وهي تقول: كتألم بزاف ياك؟ ما بقى قد ما فات، طبيب دابا يجي. وحضرات راسها باش عينيها ما يجوش في عينيه حيت ما بغاتش تضعف قدامه وتنفجر بالبكاء. وهو يقول سيف: هزي راسك. بقات ساكته وكترمش بالزربه باش تقدر تحبس دموعها وتخبي شوقها لي. وهو يقول: قلت ليك هزي راسك. هزات راسها وبقات كتشوف فيه. وهو يقول: اجي لعندي. مازال ما كملهاش وهي تطير لعنده، عنقاته بكل قوتها وانفجرات بالبكاء. وهي تقول: كنت غدا نموت، ما قدرتش نتحمل. قال: شت. وخشى راسها في عنقه، ومن بعد خرج دموعه اللي كانوا محبوسين من نهار فارق رغد. بقى معنقها وحتى هي نفس الشي. شويه دخل الشيفور وقال:
الطبيب قرب يوصل، ما جاوبو حتى شي واحد، بقى كيتسنى وما جاوبو حد. ومن بعد مشى فحالو خلاهم فراحتهم، وعلم العساس يتسنى الطبيب حتى يوصل ويدخلو. شويه قالت رغد سيف، وشافت فيه لقاته فاقد الوعي. حطات ايديها فوق راسو ولقات حرارته مرتفعه. يلا بغات تشوف وجه الطبيب وهي تسمع صوت العساس قال سي سيف. قالت رغد غير قول ليه يدخل. دخل الطبيب ومشى ديريكت عند سيف وهي تقول له رغد عافاك دير شي حاجه. قال لها الطبيب ممكن تخرجي لا لا وتسني برا. قالت علاش شنو كاين وهو واش بخير؟ وهو يقول عنده جوج جروح في رجله وحيث ما تخيطوش خسر بزاف ديال الدم ودابا فاقد الوعي، ولكن ما تخافيش غادي يولي بخير ان شاء الله. قالت واخا صافي انا غدا نتسنى برا وعافاك غير بشويه عليه. خرجت رغد وسدت الباب وراها وقلبها معسي. ابقيت غدا جايه قدام الباب حتى خرج الطبيب وهي تقول له شنو درتي معه؟ قال صافي خيط ليه الجرحات ودرت ليه الدواء وبعد شويه غادي يفيق والسيروم خليه معلق حتى يساعد ومن الاحسن ما يتحركش. وهي تقول واش حالته مستقره؟ قال الحسن حظه الرصاصات اللي تصاب بيهم خرجوهم، ولكن من قوه الحركه خسر بزاف ديال الدم وان شاء الله غيكون حسن. قالت واخا دكتور شكرا واسمح لي نعذبناك معانا. عطاها الطبيب رقمه وقال الا احتاجيتي شي حاجه اتصلي بيا. جلست حداه وبقات كتشوف فيه وسهات وحطات ايدها فوق ايده وكتمرر عليها صبعانها بشويه. قالت الحمد لله يا ربي. بقات هكاك حاضيه حتى فاق. وهي تقول طبيب قال لي بلي غادي تولي بخير ان شاء الله، ولكن الا بقيتي ما كتحركش حيت قال ان الحركه تقدر تخلي الجرح يتحل تاني. وهو يقول جاد شنو دار معك؟ قد ساكته وتفكرات في عائل جاد وسيف اللي طلع ضحيه ديال خوه، والحقيقه اللي كيحاول يخبيها بانت. وسيف الا مشى حتى عرف عائل جاد اكيد ما غيرحموش، داكشي علاش رغد قررت تبقى ساكته حتى يسترجع سيف صحته بالكامل. ديك الساعه عاد غتعود ليه على خطط جاد. قال مالكي ساكته؟ وهي تقول لا والو انا غدا نمشي نوجد ليك شي حاجه تاكلها. دورات راسها باش تخرج. وهو يقول كنهضر معاك جاوبيني. وقفات ودارت عنده ودموعها على خدها وهي تقول واش حساب ليك ساهل عليا نهضر؟ انا كنت غدا نموت. هضري ما تسكتيش. مشات حداه وقالت ما تخلينيش نقول ان اخوك عاملني بنفس الطريقه اللي كتعاملني بها انت، هو راه كرهني في راسي. سيف قال كيف ما كرهتك في راسك انا ياك؟ قالت لا انت ماشي بحاله، واخا كانت المعامله ديالك معايا بحال بحال، ولكن كاين اختلاف كبير وبزاف بيناتكم، كل واحد وفاش كيفكر. وهو يقول باقا كتفكري وعدي ليك؟ قالت تفكرات فاش قال ليها مادام انا معاك ما عمر شي حاجه غدا توقع ليك. تبسمات وعنقاته وهي تقول اه باقا عاقله. قال ليها سيف انا ما قدرتش نوفي بوعدي وما بغيتش نزيد نعذبك معايا اكثر، داكشي علاش قررت نبداو اجراءات الطلاق من غدا ان شاء الله. بقات ساكته وقلبها بغى يوقف. قال ممكن تبعدي وتجلسي بغيت نهضر معاك. بعدات منه وبقات واقفه وهو يقول عارف راسي اديتك بزاف، داكشي علاش دابا كنعترف بجميع اغلاطي وكنطلب منك السماحه، واخا عارفك ما غتسامحينيش ونيت نستاهل حيت داكشي اللي عيشتك فيه ودوزتو عليك ماشي قليل، داكشي علاش انتي حره دابا وبلا ما تهزي الهم لوراق الطلاق حيت غدا غادي نقول المحامي يبدا في الاجراءات وانا مستعد لاي عقاب تعطيه ليا. رغد بقات ساكته
وسيف بقى كيشوف فيها وكيتسنى جوابها. كلام سيف طاح عليها بحال الشمر، حيت ما كانتش هذه هي الكلمات اللي كتسنى منه، وما كانتش حاطه في بالها ان سيف بعد ما توضحت الامور غيطلب منها الطلاق. قالت صافي واخا. قال لي سيف ممكن تعاونيني، بغيت نمشي للحمام. وهي تقول اها واخا. عطاها ايدو وعاونته حتى حط رجلو في الارض، وبشويه جر الرجل مضروبه وبقى مسند على رغد، وهما شبه حاضنين بعضياتهم. كيتمشاو بشويه وايد سيف حاطها فوق رغد، شدات ليه ايدو وهما كيتنفسوا انفاس بعضياتهم. جاتها المسافه من ناموسيا للحمام مسافه طويله، وكانها كتمشى فوق الجمر. حلات ليه الباب وعاونته حتى دخل. هزات راسها وقالت غنتسناك برا. قالتها ومن بعد خرجت بالزربة، حيت ما بقاتش قادرة تحبس دموعها، غير سدات الباب موراها وهي تنفجر بالبكا. طاحت على رجليها وإيديها وبقات كتفكر داك النهار الكحل اللي قبلت فيه طلب أم سيف. كون ما قبلتوش وما تزوجاتش بسيف، ما كانتش غدا تبغيه وتعلق بيه لهاد الدرجة. وناضت رغد ومسحات دموعها وبقات كتفكر صارح سيف بحبها، ولكن هاد المرة حطات احتمال الرفض في راسها. سيف حل الباب وقال ممكن تعطيني شي شورت من البلاكار. رغد بقات ساكتة وساهلة وهو يقول رغد. قالت بالصح راه بغيتك من كل قلبي. استغرب سيف وقال نعم شنو؟ رغد ردات بقالها لشنو قالت، وهي تقول لا لا ما تديش عليا، شنو كنتي قلتي؟ قال قلت ليك حلي البلاكار وجيبي ليا شي شورت باغي نبدل. بقات ساكته ومشات حلات البلاكار وكتفكر كيفاش تصارحو. هزات قميجه ورجعات عطاتها لي. شنو هادشي؟ قالت داكشي اللي قلتي ليا. قال واش انتي بخير؟ راه قلت ليك شورت. وهي تقول اه سمح ليا ما رديتش بالي. ومن بعد مشات دخلات للدوش باش تغسل حالتها وتوجد العشاء لسيف، ومورها غدا تصارحو بكلشي، وديك الساعة هو اللي غادي يقرر. بدات كتدوش وفي نفس الوقت كتفكر كيفاش غدا تكون ردة فعل سيف. خرجت من الدوش ولبسات حويجها وهبطات في الدروج واتجهت الكوزينة، ومع الدخلة كتنقز من بلاصتها. قالت ليها هناء سمحي لي يا لالا خلعتك، وهي تقول رغد ولكن انتي امتى جيتي؟ سلمت عليها هناء وهي تقول سي سيف اللي اتصل بيا وقال لي نجي. رغد استغربت وقالت سيف انا دابا كنوجد ليه العشاء. وتبسمات قالت ليها رغد ايه واخا. دارت جهة الباب وخرجت واتجهت عند سيف باش تقول ليه بأنها هناء جاسوسة جات وكتوصل ليه جميع الأخبار، وتفضح جميع فعايله اللي سيف كيعرف غير نصهم. ومن بعد صار حب حبها. وصلت لبيته ودخلت بلا ما تدق، ومع الدخلة كتسمعو كيقول آه ويلا سمحتي حيت بغيت نطلق في أسرع وقت. كانت داخلة ورجعت اللور ومشات كتجري لبيتها. دخلت وسدات عليها وهي كتبكي، قلبها غادي يخرج من بلاستو. قالت باغي تطلق مني في أسرع وقت، غادي بعد عليا مدى الحياة، اشنو ندير يا ربي اشنو ندير؟ انا كنبغيه بزاف وما نقدرش نعيش بلا بيه. وبدات كتبكي، مسحات دموعها ومشات للشرجم وحلاته باش تشم الهواء اللي يخلي انفاسها ما يتخنقوش. استجمعت قوتها ومشات عنده وقالت ممكن نهدر معاك؟ وهو يقول واخا تفضل. قالت وهي كتشوف له في عينيه عافاك ما تعاملنيش هكا. وهو يقول وحيت كنعاملك هكا بغيت نهنيك مني وقريب تكوني حرة غير تهناي. قالت لا انا ما قصدتش هكا. قال انتي شنو هدر؟ وهي تقول سيف انا كنبغيك. بقى ساكت وبدا كيضحك وهي تقول
علاش كتضحك؟ قال كنضحك حيت هادشي ماشي جديد، انا عارفك كتبغيني. قالت ولكن انا ما عمري قلتها لك. قال ليها تصرفاتك كيقولوها، واش نسيتي شحال من مره تقربتي مني؟ بالعطريقه وهي تقول اه ودابا شنو؟ قال كيفاش شنو؟ قالت ليه زعما شنو غيوقع من بعد؟ جاوبها سيف الامور غتستمر على ما هي عليه، يعني اجراءات الطلاق بديتهم. وهي تقول حطات ايدها على ايدو وهي تقول اعطيني فرصه وحده عافاك كنترجاك، انا الى بعدت عليك غدا نموت وما غنتحملش الله يخليك. قال انتي عارفه باللي انا كنبغي اختك، زعما كنت كنبغيها، ولكن هي غدراتني وصدماتني صدمة ما يمكنش تفارقني عمري كامل. أنا صافي سديت على قلبي وضربت على شي حاجة سميتها الحب، داكشي علاش ما كاين حتى شي فرصة اللي نقدر نعطيها لك. انتي كتستحقي شي واحد حسن مني، أنا أديتك بزاف وندمت ودابا بغيت نهنيك مني. بداو دموعها على خدها كيسيلو وهي تقول وعلاش عنقتيني فجينا لهنا؟ وعلاش وعدتيني باللي ما غتخلاش عليا؟ وعلاش خليتيني نفكر انك ممكن تبغيني؟ علاش علقتيني بيك ودابا بغيتي تمشي وتخليني؟ قال ليها هاد شي ما كاينش غير انتي اللي كتالفيه من راسك، انا كنتصرف معاك عادي. وهي تقول عافاك عافاك، عطيني 6 شهور غير 6، وهاديك الساعه إلا ما قدرتش نخليك تبغيني طلقني، ولكن عافاك أعطيني غير فرصة واحدة، ما تظلمنيش ما تظلمنيش برفضك ليا الله يخليك. قال ليها كنظن ديجا قلت لك هادشي مستحيل. وهي تقول واش ما بقيتش فيك؟ قال غتبقاي فيا إلا عطيتك فرصة وأمل أن شي حاجة تقدر تكون بيناتنا، كنظن كل شي واضح، إلا سمحتي دابا خرجي عافاك، بغيت نرتاح شوية وما تنسيش تجمعي حوايجك حيت غدا معاد غيديك عند خواتاتك حتى يوصل، حيت غدا معاد غيديك عند خواتاتك حتى نطلقوا. قالت صافي. وهو يقول اه. حضرات راسها وخرجات، ومع الخرجة كتساطح بهناء، هزات راسها وشافت فيها ودموعها على خدها، ومن بعد اتجهات لبيتها وهي متدمره. دخلات وسدات موراها الباب ومشات ديريكت للناموسيه، حطات راسها فوق المخده ما قادراش تستوعب كلام سيف، بقات هكاك حتى نعسات، ما تحركاتش من بلاصتها حتى وصل الصباح. دخلات هناء لبيتها وبدات كتحركها بايدها وكتقول لها رغد فيقي فيقي خلاص. رغد نقزات من بلاصتها وهي تقول سيف. هناء قالت بسم الله عليك هادي انا ماشي سيف غير نوضي. وهي تقول انتي شنو كديري في بيتي؟ شنو دخلك لعندي؟ وهي تقول هناء سي سيف اللي طلب مني نفيقك حيت سي معاد وصل وكيتسناك تجمعي حوايجك، ولكن بلا ما تهزي الهم انا اللي غنجمعهم ليك غير ارتاح. رغد بقات ساكته حيت تحطمات وعرفات انه ما بقاتش فايده في الهضره، كمداتها في قلبها وناضت من بلاصتها ومشات غسلات وجهها ولبسات حوايجها. اما هناء كانت كتهز الحوايج وكتحطهم في باليزه، هبطات لتحت ولقات معاد في الصالون. قالت واش سيف اللي قال لك تجي؟ قال اه عاد كنت عنده في بيته وقال نتسناك هنا حتى تهبطي. قالت واخا انا غنمشي نشوفو قبل ما نمشي. قال ليها معاد لا راه خدا كينا ديال النعاس حيت قال عيان وما بغى حد يصدعو. وهي تقول اه صافي واخا. صدمات شنو؟ واش حتى من الوداع ما غتودعوش؟ وقفات في بلاصتها وما تحركاتش، هزات راسها ولقات هناء هبطت ليها باليزتها، وغير شافها معاد ومشى بالزربه شدها من عندها.
وهو يقول صافي مشينا. رتابعنا الطريق رغد بقت ساكتة وكتفكر تمشي عند سيف باش تودعو لآخر مرة. شدها من إيدها معاد وقال صافي يلا نمشي. جرها معاه واتجه جهة الباب، وهي دورات راسها كتشوف في الدروج وفي الدار. استسلمت لقدرها حتى كتسمع سيف قال عندك فرصة واحدة. دورات راسها وهي غادة حماق قالت كيفاش؟ سيف كان واقف في الدروج وحداه هناء وراسم ابتسامة صغيرة وقال ما كان عاودش كلامي. في هذه اللحظة رغد حسات براسها غطير في السماء، نطرات إيدها من إيد معاد ومشات كتجري عند سيف. ما صدقاتش شنو سمعوا ودنيها، وصلت عنده شافت فيه شوفة واحدة، ومن بعدها تلاحت في صدره وحضناته بكل قوتها. قالت ما عمري غنسى هذه اللحظة، وأنا اللي غنكسب الرهان وكان وعدك. عنقها وحكم إيده بقوة وهو يقول وأنا كنت منا ليك حد موفق. في هذه اللحظة معاد انسحب بسرعة ومشى لأعماله اللي كتسناه، وهناء بعد ما تعكر مزاجها بالمنظر اللي قدامها مشات لكوزينتها وهو يقول سيف آي رجلي كدرني. بعدات منه رغد وكتمسح دموعها اللي كانوا دموع فرح وقالت أجي. عاوناته حتى دار ومشاو دخلوا البيت وخلاته يجلس فوق الناموسية. يلاه بغى يهدر وهي تحط إيدها فوق شفايفه. قالت هذا المرة لا، عافاك خليني نستمتع بهذا اللحظة، وخا عرفتها ما دايماش ولكن بغيت نعيشها. قال لهذا الدرجة كتبغيني؟ رغد بقت ساكتة وحدرات راسها، حيث في هذه اللحظة ما قدرتش تعبر على مدى حبها ليه. هز ليها راسها وقال غتقدري تحمليني؟ حركات راسها بآه وبقى كيشوف عينيها وقال كانت عصب وكانت سرة وماشي كل شي كيعجبني وعارفاني باقي في صدمة. قالت آه وعارفة أنني خدت البنت اللي حبيتيها. وهو يقول سيف لا أنا ما عمري فكرت هكا، ناوال حاجة وانتي حاجة أخرى، واللي وقع ولا من الماضي، غير هو انتي غدا تعذبي معايا بزاف. وهي تقول إلا كان العذاب غيخليني نكون معاك ونتنفس نفس الهوى اللي كتنفسه أنا مستعدة ليه. قال لي هسيف أنا كنقدر حبك لي وحطيت راسي في بلاستك، داكشي علاش قررت نعطيك فرصة، وما تنسايش غنبقاو مع بعضياتنا لمدة 6 شهور، وإلا كسبتي الرهان راكي عارفة النتيجة، وإلا خسرتيه راه كل واحد غيمشي في طريقه. قالت وعدتك بلي غدا نربح الرهان وأنا كنوفي بالوعود ديالي، وتبسمات. وهو يقول لها سيف وأنا عندي فيك ثقة كبيرة، وتبسم حتى هو. قالت خرجي، وحتى حد ما جاوبها وناضت من بلاصتها ومشات للباب وجرات هناء اللي كانت كتجسس. قالت هناء كنت غير كنقلب على رغد. قطعتها بطرشة في وجهها وهي تقول كنتي كتقلبي على هادي ياكي؟ ايوا هانتي لقيتيها، يلا هالحادقة غتمشي من هاد الدار وما نشوفش كمارتك مرة اخرى، وبلا ما نخاف عليك حيت سيك جاد غيستقبلك احلى استقبال، وقولي ليه الا قربتي المدام رغد والسيسي في الراضي تسجيل غيكون في ايد البوليس، حيت البارح لقاني كنت زربانة اما كل راني دخلته للحبس. هناء بقت ساكتة وكترعد وهي تقول لي هرغد شفتك باقة واقفة ياك ما باغاش يطرش اخرى. خرجت هناء ومشات في حالها. وهو يقول سيف كيفاش عرفتي باللي هناء كتوصل الهضرة لخويا؟ دارت رغد عنده قالت كنت عرف داكشي اللي مخبيه خوك كاع ما تقول عليه خويا. استغرب سيف وقال شنو كتقصدي؟ مشات جلسات حداه وبدات كتشرح ليه كل فعايل جاد واشنو دار. عودات ليه من اول نهار تزوج فيه سيف وعلاش جاد جا المغرب. قال ليها واش جاد تقرب منك؟ قالت
لا ما دار لي والو، حيت انا هربت منه ودابا يحسب ليه باللي عندي تسجيل ديالو، حيت جاد عنده واحد البنت كنظن طبيبه اللي عالجات ليا مكان الضربه اللي كانت في راسي. المهم حتى هي اتفقت معاه وقالت ليه النص بالنص، وانا سمعت جاد فاش قال ليها كل شي واعترف ليها، وموراها انا هربت وجيت عندك. وهو يقول سيف ما كيسواش واناني كيفكر غير في راسه، كون كانت ماما باقا عايشه كانت غدا تسخط عليه، حيت مستحيل يكون هو الولد اللي تعذبات عليه وكبراته ولا راجل. وهي تقول رغد تهدن، انا كنت فهم عصبيتك، انت دابا مريض خلي هاد الشي حتى تبرى وتسترجع صحتك عاد نهضروا فيه. قال لي هسيف واش من نيتك؟ يحساب ليك جاد غيبقى مربع ايده ويتسنى، اكيد هادي اللي خرجت دابا من هنا غتقول ليه باللي ما كاين حتى شي تسجيل. وهي تقول ايوا اش خاصنا ندير؟ شدها من ايدها وقال انتي ما تهزي الهم والو، خوي راسك من هادشي، انا عارفك ما بقيتيش قادره تحملي هاد الصداع كامل، ولكن ان شاء الله هادشي قريب غيسالي. دازوا الايام على سيف ورغد وهما هانين واخا ما كيتقربوش لبعضياتهم. سيف استرجع صحته ورغد حتى هي ونسيت داكشي اللي دوزوا عليها جات، اما سيف داكشي اللي دوزوا عليها ما دخلاتوش لراسها اصلا باش تنساه، واخا ما كيتفاهموش مع بعضياتهم على الاقل في هاد الايامات حتى شي واحد فيهم ما اختلف مع الاخر، بالعكس الامور كانت مزيانه بيناتهم، زادوا تعرفوا اكثر على بعضياتهم وتقربوا من بعضياتهم اكثر. ومن حدهم جادوا نوال بعدوا عليهم وما بقى بان لهم اثار، ولكن هاد الشيء اكيد ما كيعنيش انهم استسلموا وخلاو سيف ورغد في التقار. وسيف دار حراسه على الفيلا باش يخلي رغد في امان، حيت من بعد ما عاودت ليه الفعايل الخبيثه ديال جاد رغد وجدات العشاء وحطاته فوق من الطبله، ومن بعد طلعت عند سيف قالت سيف حط الكتاب اللي كان كيقرا فيه، وقال نعم. وهي تقول العشاء واجد يلا تعشى، قال ما فياش الجوع. وهي تقول الا ما كليتيش حتى انا ما غداش ناكل، قال ليها ما تديريش هكا انا شهيتي مسدوده غير كولي انتي بصحتك. قالت لي واش انت بخير؟ وهو يقول اه بخير غير خاطري ضاق عليا شويه. جلست حداه وهي تقول ممكن نبقى معاك هاد الليله؟ يلا بغى يهضر وهي تقاطعه عافاك انا ما بغيتش نبقى بعيده عليك، وانا معاك تحت سقف واحد، واصلا كنخاف نعس بوحدي في هذاك البيت، وكل شويه كنتخيل جاد ونوال جو عندي. اه ولا عرفتي شنو هذا غيكون عقابك؟ يا قلتي مستعد لاي عقاب نعطيه لك؟ وهو يقول صافي صافي واخا يلا سيري تعشي. رسمات ابتسامه عريضه وهي تقول لا صافي الفرحه سدات لي شهيتي، انا غدا نمشي مع الطبيب. شوف سناني عندك تنعس راه بغيتك تعاود لي على طفولتك. قال اشنو فكرك فيها فجأة؟ وهي تقول ديما كان بغي نقول لك تعاود لي ولكن انت. قال اه فهمت صافي سيري وانا غادي نتسناك. خرجت رغد ومشات كتجري وبالزربة بدات كتجمع الطبلة وهي فرحانة ممتيقاش انها غدوز باقي الليالي مع سيف، دابا يمكن المهمة سهالت عليها حيت هكا غدا تخلي سيف قريب منها طول الوقت، ومدة شهور كتبان ليها قليلة بالنسبة ليها ودغيا غدا تدوز وخاصها تصرف بالزربة. بدات كتجمع الطبلة وسيف كمل القراية ديالو حتى سمع صوت تليفون ديالو كيصوني، هزو وشاف الرقم ولقاه رقم خاص، جاوب وهو مستغرب قال ألو شكون معايا؟ وهو يقول جاد مرحبا بالسي سيف. قال ليه سيف واش هذا انت؟ شنو بغيتي؟ مازال عندك الوجه باش تتصل؟ قال ليه جاد تهدن اخويا بغيت غير نقول لك مبروك حيت ما قلتهاش لك قبل. قال سيف تقرب من مراتي حسابك معايا غيكون عسير. وهو يقول جاد لا لا ما تخافش اصلا ما غنسولكش الا كنت غادي ندير شي حاجه.
ودابا بلا ما ننسى مراتك عندها توحيمة زوينة في صدرها. قال هاد الكلام وخلى سيف دمه كيغلي ورجع قلبه كيضرب كتر من قياس وهو عاقد حجبانه ومعصب. دخلت رغد وكتبسم قالت صافي ساليت يلا دير لي شي بلاصة حداك. سيف بقى ساكت ومشات حداه وقالت عرفتي هاد الشوفات فكروني في سيف القديم ما تبقاش تشوفيه بهاد الطريقة. سيف شدها من ايدها وجرها لعنده بعصبية قال حيدي بيجامتك. رغد خافت وهي تقول شنو؟ قال قلت ليك حيدي بيجامتك يلا. قد ساكتة وبلعت ريقها وبدات كتحيد بيجامتها وهي كترعد وخايفة حيت ما عمرها شافت سيف معصب لهاد الدرجة. حيدات بيجامتها وسيف عينه غير في صدرها. يلا بغت تهز عينيها وتسول شنو كاين وهو يهز ايدو وقطع ليها الدونيل بهمجية. بعدات منه وقالت سيف وهي تقول سيف وهز ايدو واعطاها ليها اللوجة. جابها نيشان على الارض قال سولتك ماشي مرة ماشي جوج ومع ذلك كذبتي عليا. قالت سيف انا ما فاهمة والو شنو كاين اش دارت. هبط عندها الارض وعينو في عينها قال وما زالك تسولي شنو درتي خسارة فيك الفرصة اللي عطيتك كيبان لي بحالك بحال اختي. قال هاد الهضرة ومشى خرج ما تسناش حتى يسمع جوابها ولا شي تفسير منها. رغد بقات في بلاصتها ما تحركاتش ما فاهمة والو. استغربت شنو بدل سيف خمسة دقائق كتسول شنو اللي وقع في غيابها. عاد كانوا مزيانين. ناضت من بلاصتها ومشات كتجري تبعات سيف اللي كان غادي خارج. لقاته يلا غيحل الباب وهي توقفه وعنقاته من النور والدموع كيسيلوا من عينيها. قالت شنو درت قول انا شنو درت باش نستحق هذا الضرب وهذه المعامله. جمع قبضه ايدو وقال مع الاسف خسرتي الرهان من اول نهار. بعدات منو دارت لعندو وكتشوف عينيه شنو كيفاش انت شنو كتقصد اشنو درت علاش كتقول هكا. قرب ليها وقال هاد الشي سيري قوليه الجاد هو يعطيك خبار التوحيمه اللي في صدرك. دفعها وبعدها ومشى خرج وزدح الباب موراه. حدرات راسها وعينيها جاو في التوحيمه اللي فيها وبقات كتحاول تفهم كلام سيف شويه وتفكرات داك النهار فاش كانت كتدوش وجاد واقف كيتفرج فيها. تبسمات وهي واقفه كتبكي بعد ما فهمات شنو واقع وعلاش سيف تبدل في لحظه واحده. مسحات دموعها اللي ما بغاوش يوقفوا ومشات طلعت لفوق ودخلت لبيتها وهي محطمه شنو زعما صافي خسرت الفرصه الوحيده مشات. لا ما يمكنش. وقفات وهي عارفه ان سيف مستحيل يسامحها حيت حساب ليه كذبات عليه وخبات عليه ان جاد تقرب منها ووقعت شي حاجه بيناتهم. لبست تيشيرت وخرجت من الغرفه ودخلت لبيت سيف ومشات لبلاصتو. جلست وهزات رجليها فوق الناموسيه وخدات المخده وحضناتها بقوه وهي كتقول ما درت والو ما درت والو تيق بيا. وطفات الضو حيت ما بقات باغا عينيها يشوفوا والو من غير الظلام والسواد اللي مرافق حياتها. بقات على حالها اكثر من خمسة ساعات حتى وصلت جوج ديال الليل. سمعت صوت خطوات جايه ومسحات دموعها بالزربه ورجعت المخده لبلاصتها وغمضات عينيها حيت عرفات سيف وما كانتش باغا عينيها يجيو في عينيه. دخل سيف وريحه الكارو سابقه شعل الضوء وهو حادر راسو ما شافش رغد. اتجه للبلاكار وحلو وهو سكران حيد قميجتو وبقى عريان من الفوق ورغد كتشوف فيه من اللون. دور راسو باش يمشي ينعس وهو يتصدم برغد نعسه في بلاصتو غير شافها وعقد حجبانه ومشى عندها بالزربه ولكن غير وصل حداها وقف. بقى شحال هو واقف ومن بعد رغد سمعت صوت خطواته وهو كيبعد. حلات عينيها ولمحاته كيقاد مخده فوق الفوتاي باش ينعس. قالت واش ما غتجيش تنعس في بلاصتك. بقى ساكت وتكف بلاصتو وغمض عينيه.
مشات لعندو وقالت انا ما درت والو تيق بيا. بقى ساكت وما تحركش من بلاصتو. شدات ايدو بيديها بجوج وهي تقول كان حلف ليك بالله ما درنا والو، جاد كذب عليك غير باش يفرقنا على بعضياتنا، حيت هناء قالت ليه اننا. مازالك تهدر ووقفها وخرج فيها عينيه وقال ومنين عرفت توحيمة اللي في صدرك؟ واش حتى انا غدا تكذبيني وخشفت كل شي بعيني؟ بقات ساكتة حيت ما بقى عندها ما تقول، وهو يقول بلا ما تعذبي راسك على والو، اصلا امرك ما كيهمنيش لا من قبل ولا دابا، وحاجة واحدة ندمت عليها انني عطيتك فرصة. يعلم الله حتى داكشي اللي قلتي لي على جاد غير كذوب، وحتى الكلام ديالو يولد منك غير ألفتيه من راسك. بقات ساكتة ما جاوباتوش، وهو يقول انتي راكي بحالك بحال اختك، غير هو كتختلفوا في حاجة واحدة، هي اعترفات بأغلاطها وانتي لا. الحمد لله حيت ما عندي حتى شي مشاعر ولا أحاسيس تجاهك، أما كنت ما غندوزهاش ليك، ودابا صبحي على خير. ومن بعد دور وجهه للجهة الأخرى وغمض عينيه. أما رغد ناضت ومسحات دموعها ومشيت لبيتها وقلبها محروق، وبدون تفكير جبدات باليزتها وحلاتها وجمعات فيها كاع حوايجها ولبسات كسوتها. خرجت في نص الليل وتمشات في عز الظلام واتجهات نحو المجهول بخطوات ثقيلة. بقات غادة في الطريق بوحدها، ما وقفات حتى سمعات صوت طوموبيلة كتكلاكسوني ليها باش تبعد من الطريق وتشد طريقها الصحيحة. هزات راسها وكتلقى قدامها رجل في الستينات، قال أبنتي حاولي تردي البال في الطريق، راه كون ما وقفتش في الوقت كانت غتوقع مصيبة هنا. وهي تقول واخا اسمح لي اسمح لي يا سيدي. استغرب من ردة فعلها وطريقة كلامها اللي كتدل على حزنها. قال واش انتي بخير بنتي؟ بقات ساكتة ودورات راسها باش تمشي في حالها. شدها من ايدها وقال ما نقدرش نخليك وانتي في هاد الحالة، اعطيني الرقم ديال والديك باش نتصل بيهم يجي ويديوك، راه الطريق في هاد الوقت خطر عليك. هزات راسها وقالت كنت غنمشي عندهم ولكن انت وقفتيني. قال اه واش هما قراب من هنا؟ قالت اه في المقبرة. استغرب وقال اجي معايا انا غادي نوصلك، كتباني ماشي في وعيك. شد من عندها باليزتها وحليها الباب الامامي باش تركب.